فيلم لاشين واللي تم إنتاجه سنة 1938 ميلاديا بواسطة المخرج الألماني فريدز كرامب وإنتاج استوديو مصر. وطاقم العمل بيتكون من حسن عزت، نادية ناجي، حسن البارودي، حسين رياض، ومحمود السباع. الفيلم بيتكلم عن حاكم البلاد بينغمس في شهواته وملذاته الشخصية، تاركا الحكم الفعلي لرئيس الوزراء واللي كان وقتها بيسرق أموال وقوت الشعب وبيسجن البريء منهم، ومن يسول له نفسه أن يعترض على ظلم الحاكم اللي هو رئيس الوزراء فإن غاياه في السجن هي مصيره. ويحكي الفيلم عن شاب اسمه لاشين يحاول تنبيه الملك من تصرفات رئيس الوزراء المهينة والظالمة المستبدة للشعب، فيتم تدبير مكيدة للشاب واتهامه بمحاولة إغواء جارية من جواري الملك فيتم سجنه ويثور الشعب المصري، وفي النهاية يرضخ الملك للمطالب الشعبية بإخراج لاشين من السجن. تم منع الفيلم من العرض بواسطة وزير الداخلية وقتها وكان اسمه حسن باشا رفعت، وكان السبب ما رآه من مساس للذات الملكية وكان يقصد بيها اللي هو الملك فاروق ونظام الحكم. وفي النهاية وافق مجلس الوزراء على عرضه واللي حقق مكاسب ونجاحات كتير وقتها.